مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وإليكم العناوين. في مؤشرات غير مسبوقة لم تسجل منذ سنوات، توفد أعداد هامة من السياح على التطاوين وإقبال على الصناعات الحرفية التقليدية للجهة. مجموعة السبع تبحث في اليوم الثاني من قمتها في فرنسا قضايا الأمن الدولي وفي مقدمتها الملف النووي الإيراني. مئات الحرائق الجديدة تجتاح غابات الأمازون الاستوائية رغم تجنيد الجيش البرازيلي لآلاف الجنود في عمليات الإخماد. أهلا بكم من جديد. في مؤشرات غير مسبوقة لم تسجل منذ سنوات عديدة بالجهة تشهد تطاوين في هذا الشهر بالتحديد، توفد أعداد هامة من السياح من بلدان مختلفة في جولة تشمل الأسواق ومحلات الحرف وصنع الحلويات المعروفة بالجهة. في ولاية تطاوين في شهر أوت في مؤشرات بحسب المهنيين غير مسبوقة لم تسجل منذ سنوات عديدة، يتوافد يوميا على الجهة أعداد هامة من السياح من مختلف الجنسيات في جولة تشمل الأسواق التقليدية ومحلات الحرف وصنع الحلويات المختصة بالجهة. معروفة تطاوين بالمنتوج تاع الجنوب، منتوج الصحراوي موجود، الصناعة التقليدية قاعدة واخذة حظهم الحمد لله، تحركت معناها السياحة قاعدة معناها تعمل في نشاط في الجهة معناها. والله المنتوج نتاع تطاوين صنعت الأجداد معناها القرن غزالي ما يعرفوه، محشي تطاوين باللوز كما شفتوا، معناها المنتوج معروف على مستوى عالمي، يجوا من فرنسا من ألمانيا من بقايا كل يعرفوا. إنها المرة الرابعة التي أزور فيها جزيرة جربة وليست الأخيرة، واليوم قمنا بجولة في تطاوين ودخلنا متجرا خاصا بصناعة الحلويات التقليدية، وهي واحدة من أفضل الحلويات التي يمكن تذوقها رغم شدة حلاوتها. حركية كبيرة وحتى في وسط السوق، حتى في وسط السوق في تطاوين مثال، وتمشي العباد تفرهدت على السنين اللي تعدوا. طبعا شنني من أجمل المناطق الموجودة في الجنوب الشرقي. القرى الجبلية بشنني والدويرات وقرمسة وعدد من الأقصور الصحراوية الوجهة المميزة للسياح الوافدين إلى ولاية تطاوين في جولتهم التي تستمر يوما كاملا للاستمتاع بجمال هذه المناطق وخصوصياتها المعمارية المتفردة. صحيح ثم حركية كبيرة تحسنا الحمد لله يا ربي، بدات الديشيفر تطلع بطريف، ثم ايماج بتاع تونس لازم نحافظوا عليها، لازم نحافظوا على الايماج هذه باش نحاولوا كيش نسترجعوا هالسياحه هذه ونسترجعوا الديناميكيه الكبيره اللي ان شاء الله ترجع بطريف. في انتظار ان تكون سياحه الاقامه بتطاوين الجولات اليوميه نحو المناطق السياحيه بولايه تطاوين امتداد لمنتوج سياحي متعدد العناصر بولايه مدنين، تاكيد على تكامل القطب السياحي تطاوين مدنين من خلال السياحة البحرية والشاطئية والجبلية والبيئية والصحراوية. مع قرب انتهاء فصل الصيف واقتراب موعد العودة المدرسية، تشهد أسواق مدينة جابس حركية ملحوظة، حيث يزداد الإقبال على اقتناء مختلف المعروضات التي اشتهرت بها الجهة. باقتراب انتهاء فصل الصيف يشهد سوق الصناعات التقليدية بجابس تنوعا في المنتوجات المتأتية من واحات هذه الجهة وبحرها. في هذه الفترة من السنة يتم بهذه السوق عرض الجديد من الصناعات المتأتية من سعف النخيل إلى جانب الحناء والملوخية والوزفة الذي يدخل في التقاليد الغذائية لأبناء الجهة. هذه وزف يحصلوها من البحر وهي تقعد هيك صغيرة ما تكبرش، فهمني ولا؟ تباع تجي في الكسكسي، كسكسي بالوزف ويعملوا له حميسة نتاع دهان عسل. عسل الجديد خاصة في الحنة والنخية هذه المسرة نتاعها تو طاب بطيح جديدة تولي معناها نعولوا منها جديدة اللي يشروها العباد ويعولوا منها. إنتاج بالنسبة للحنة تولي من جديد والملوخية كيف كيف، والسعف السعف بالابتداء من معناها أواخر الصيف باش نخش الخريف يدخل الانتاج الجديد. منتوجات حافظت عليها ولاية جابس ويقبل على شرائها حرفاء سوق الصناعات التقليدية من داخل هذه الجهة وخارجها. إن ملوخية والطاطب ما موجود، علاه قلت موجود كل شيء الحمد لله. دياري
حاجه باهيه، ملوخيه، حنا، رمان، سلعتنا، تقاليدنا، كل شيء سمح والله، كل شيء بصراحه التقاليد نتاعنا حلوه ياسر. سوق جاره للصناعات التقليديه كانت تمثل ولا تزال احدى ابرز المحطات السياحيه بفضل ما تتمتع به هذه السوق من خصوصيه، والحاجه متاكده حسب البعض لمزيد تثمين هذه السوق في المجال السياحي. بير المشارقة من ولاية زغوان كان اليوم محطة ضمن الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي تفقد روحك، والهدف من هذه البادرة الطبية التي انطلقت منذ أكثر من شهر في كافة الولايات نشر الوعي بأهمية التقصي المبكر لسرطان الثدي. ما فهمتك، فماش الله يقدر كعبورة تنزل، فماش حليب ممسخ، فماش حاجة بالطريقة هذيك، تفهمنا؟ إذا كان لقيت حاجة ولا شكيت في حاجة تتصل بالطبيب اللي في المستوصف موجود بحذاك ولا القابلة نتاعك. هي التوجيهات التي تقدم بصفة مجانية لكل امرأة استفادت من الفحص السريري للكشف عن سرطان الثدي بصفة مبكرة ضمن الحملة الوطنية تفقد روحك التي كانت إحدى محطاتها السوق الأسبوعية ببير مشارقة من ولاية زغوان. لحد الآن شفنا قرابة 50 امرأة، برسك لقينا في حدود 9 سوسبي، يعني حالات اللي تتطلب التدخل، يا إما نلقاو عندهم كعبورة في الثدي متاحة، ولا ألا لقدر حليب مسخ يبدأ فيه دم، هذا الكل ليك تستوجب، معناتها تستوجب باش يعملوا تصوير للثدي. وجهنا للسبيطار صالح عزيز دونك بلاتر بجواب، وجهنا قرابة الأرض. فقد روحك هي حاجة بالنسبة للمرأة أساسية، دورها أساسي في أنها تتفقد روحها، يعني إذا كان لاحظت حاجة تتصل بأقرب مستوصف ولا قابلة، أي حاجة تلاحظها في الثدي متاحة تتصل بأقرب مستوصف وأقرب قابلة، قد ما يكون كشف بكري قد ما يكون نجفاه أسهل. نشر الوعي بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي والإحاطة الطبية اللازمة للحالات المشكوك فيها هي أهداف هذه الحملة التي انطلقت منذ أكثر من شهر في كل الولايات ومنها ولاية زغوان، حيث توجد نقاط قارة للتقصي. وصلنا كشفنا على 2500 امرأة باش نعلموهم كيفاش يردوا بالهم على رواحهم وباش احنا نكشفوا عليهم. عندنا حوالي 100 حالة تستحق المزيد من المتابعة والكشوفات، ومن بعد الكشوفات هذيك نجموا احنا نحكيوا وقتها على اسكو الحق ثم حالة مرضية تستحق متابعة ولا لا. وعندنا 10 حالات اللي هما للأسف معناها عندهم المرض هذايا، عندهم السرطان ولكن ما فيقوش برواحهم بكري، ودونك توا قاعدين نحضروا لهم في الرعايه في العلاج والرعايه والمتابعه. نحن الدور نتاع فزير على شريك اساسي، وفر صح مسح متنقله ووفر متطوعات مسح هي فيها الكشف العيادي، والمتطوعات هما يساهموا نسبة كبيرة جدا في توعية النساء. الجهة تقصي مباشر في المكان اللي هي موجودة فيه في نفس الوقت مجانا، هذه حاجة باهي برشا، وإن شاء الله كل النساء يكونوا واعين وكل حملة يتجندوا لها النساء الكل، على خاطر راهي كل امرأة كل ما تعمل كنترول صحتها كل ما هي راهي حاجة فايدتها هي. ومن المنتظر أن تشمل هذه الحملة الإحاطة والتكفل بنحو 2500 حالة طوال السنة كاملة، وذلك في إطار مكافحة مرض سرطان الثدي الذي يمس سنويا أكثر من 3000 امرأة. تؤكد التقارير أن 90% منها يسهل شفاؤها في حالة الكشف المبكر. في إطار تواصل الاحتفالات بالعيد الوطني للمرأة وإحياء للذكرى 63 لانبعاث الاتحاد الوطني للمرأة، تم تنظيم سهرة فنية احتضنها فضاء القصر السعيد قصر الأدب والفنون بباردو لتكريم ثلة من النساء المبدعات في مجالات عدة. مناسبة الذكرى 63 لتأسيسه وتزامنا مع الاحتفال بعيد المرأة وإصدار مجلة الأحوال الشخصية، نظم الاتحاد الوطني للمرأة التونسية تظاهرة احتفالية تم خلالها تكريم ثلة من المبدعات التونسيات تألقنا في مجالات مختلفة. الاتحاد اب على انه يكرم ثله من النساء ولكن حتى زاد الرجال اللي هما خدموا قضيه المراه ودافعوا على مبادئ اللي تهم معناها حقوق الانسان النسويه، وايضا النساء اللي تالقوا واللي بعض منهم احيانا تالقوا ظلوا منسيات. احنا ديما الاتحاد هذا كدورنا انه نكرموا ونحكيوا على اللي ما يتحكيش عليهم او صوته ما يتسمعش. اعلاميه وصحفيون
30 ناشطون بمختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة كانوا على رأس قائمة المكرمين في هذه التظاهرة، تكريم يضاعف من حجم مسؤولية مبدعي صاحبة الجلالة حسب تأكيد البعض. تكريم هذا تكريم لكل صحفية امرأة في كل جهات تونس، لأنه اليوم الصحفية في الإعلام الجهوي كانت مغيبة في التكريمات السابقة حقيقة، واليوم تكريم هذا اعتراف بمجهود ونجاح وتألق للمرأة الصحفية في الإعلام الجهوي اللي قاعدة حتى هي تناضل غادي في الجهة متاعها وقاعدة تبرز في الجهة متاعها على جميع المستويات. الاتحاد العام التونسي لشغل المنظمة الكبيرة بتبني اتحاد المرأة ونتكرموا في أمور، يعني دليل ما فماش فرق ما بين الراجل والمرأة، الراجل والمرأة الزوز شريك في المجتمع، وهدف واحد هو أنه إشعاب تونس بالمنظمات. أنا عملت واجبي تجاه الاتحاد تجاه المناضلات في توقيت صعيب ياسر في تونس كان تتذكروا، كما قمت بواجبي تجاه كل فئات المجتمع كل المنظمات أيضا. التكريم هو مسؤولية. بلمسة وفاء لم ينسى الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في هذه التظاهرة تكريم نساء مناضلات من بنات الاتحاد وأيضا عاملات بالحظيرة. اليوم باعتزاز يعني نراه التكريم هذايا اللي يعني خدمة 30 سنة يعترفوا لك به، يعني حاجة باهية. خدمتنا صعيبة برشا، نصوموا شوي. المشكلة الخدمة تعب أكثر من الفلوس. مرشي بارك. ربي يشعل لي يسطوكم يا ربي، ربي يبارك لكم، إن شاء الله ديما في التقدم يا رب. وعلى أنغام أغاني تونسية صدحت بها حنجرة الفنانة نوال غشام تواصلت سهرة التكريمات بحضور عدد كبير من مناضلة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية. في جولة أخبارنا الدولية، قال الجيش اللبناني اليوم إن طائرة مسيرة إسرائيلية سقطت وأخرى انفجرت في الضاحية الجنوبية لبيروت ليلة البارحة، ما تسبب في أضرار مادية فقط. وقال الجيش في بيان له إن قوة من الجيش طوقت مكان سقوط الطائرتين واتخذت الإجراءات اللازمة. وكان حزب الله قد ذكر في وقت سابق أن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت كما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب الأرض في ساعة مبكرة من صباح اليوم. في الأثناء قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم إن سقوط طائرتي الاستطلاع الإسرائيليتين فوق الضاحية الجنوبية لبيروت يشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي ومحاولة لدفع الأوضاع نحو مزيد من التوتر، وصف ذلك بأنه اعتداء مكشوف على السيادة اللبنانية. تتواصل أعمال قمة مجموعة الدول السبع الكبرى في فرنسا لليوم الثاني على التوالي، وطاولة مفاوضاتها مثقلة بعديد الملفات والقضايا العالمية الشائكة، أبرزها الملف النووي الإيراني المثير للجدل، والحرب التجارية بين واشنطن وبكين، والحرائق التي تجتاح غابات الأمازون، وغيرها من الملفات العالقة. في ظل خلافات حادة بشأن عدد من القضايا العالمية، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مقابلة تلفزية اليوم أن زعماء دول مجموعة السبع وافقوا على تكليفه بعقد محادثات مع إيران وبعثه رسائل إليها بعدما ناقشوا القضية المثيرة للجدل، مضيفا أن الزعماء شددوا على أن الأولوية لا تزال منع إيران من امتلاك أسلحة نووية وتهدئة التوتر في الخليج. وفي سياق متصل بالملفات المطروحة على طاولة مفاوضات قمة الدول الصناعية الكبرى التي تستضيفها مدينة بياريتس جنوب فرنسا، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم باتفاق تجاري كبير لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، واصفا رئيس الوزراء الجديد بأنه الرجل المناسب للخروج بالبلاد من الاتحاد حسب تعبيره. ومن جهته قال جونسون خلال القمة إن المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة ستكون صعبة، لكن هناك فرصا هائلة للشركات البريطانية في السوق الأمريكية. وعلى هامش قمة مجموعة السبع الكبرى انعقدت لقاءات ثنائية بين عدد من الزعماء تطرقت إلى مجموعة القضايا المدرجة على جدول أعمال القمة. قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي تواصل أعمالها لليوم الثاني قبل الأخير في مدينة بياريتس
تثقل كاهلها حزمة من القضايا في ظل خلافات حادة بشأن هذه القضايا، من بينها الحماية التجارية والتغير المناخي والضرائب الرقمية قبل حتى بدئها، والحرائق التي تجتاح غابات الأمازون. وعلى وقع هذه الخلافات نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم صحة تقارير إعلامية أشارت إلى وجود توتر بين زعماء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، قائلا إن الجميع على وفاق كبير وأن الاجتماعات جيدة جدا، مشيرا إلى أن بلدهم على المستوى الاقتصادي يبلي بلاء حسنا على حد قوله. إذن وفي متابعة لحرائق الأمازون في البرازيل، أعلنت مصادر رسمية أن مئات الحرائق الجديدة تجتاح غابات الأمازون الاستوائية الأكبر في العالم، رغم تجنيد السلطات المحلية لآلاف الجنود للمشاركة في عمليات إخماد أسوأ حرائق تشهدها المنطقة منذ سنوات. وأعلن المعهد الوطني لأبحاث الفضاء اليوم أنه تم رصد 1663 حريقا جديدا في البرازيل يومي الخميس والجمعة، نصفهم بغابات الأمازون. وأكدت السلطات البرازيلية في وقت سابق أن تلك الغابات شهدت أكثر من 72 ألف حريق خلال العام الجاري، بارتفاع 83% مقارنة بالفترة نفسها من العام الجاري. بدأ الجيش الكوري الجنوبي اليوم وبصورة مفاجئة تدريبات عسكرية لحماية جزر دوكدو المتنازع عليها مع اليابان والواقعة أقصى شرق شبه الجزيرة الكورية، بعد أن تم تأجيل التدريبات سابقا خوفا من تأثيرها على العلاقات الثنائية مع اليابان التي تطالب بملكيتها لها. وأعلنت القوات الحربية الكورية الجنوبية في بيان لها انطلاق تدريبات تهدف لحماية أراضيها في البحر الشرقي ابتداء من اليوم وحتى يوم الغد. من جهتها احتجت الحكومة اليابانية على التدريبات العسكرية لكوريا الجنوبية واصفة إياها بغير المقبولة، حاثة على إلغائها. ختام النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. في مؤشرات غير مسبوقة لم تسجل منذ سنوات، توافد أعداد هامة من السياح على تطاوين وإقبال على الصناعات الحرفية التقليدية للجهة. مجموعة سبع تبحث في اليوم الثاني من قمتها في فرنسا قضايا الأمن الدولي، وفي مقدمتها الملف النووي الإيراني. مئات الحرائق الجديدة تجتاح غابات الأمازون الاستوائية، رغم تجنيد الجيش البرازيلي لآلاف الجنود في عمليات الإخماد. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكراً على المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء.